على هامش زيارة تفقدية لمدينة شفشاون، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة أن تعزيز الشبكة الطرقية بمدينة شفشاون يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي بالنظر للمكانة السياحية التي تحتلها المدينة وطنيا وعالميا، مبرزا أن هذه مشاريع تهم بالأساس الشق الطرقي وقد عبأت غلافا ماليا نهز 650 مليون درهم. إن عدد المشاريع تتنجز فيها طرق إما إعادة بناء أو تقوية أو توسيع، وكاين بطبيعة الحال واحد العدد ديال المنشآت الفنية. هاد المشاريع كلها اللي قيمة الآن تقريبا حوالي 650 مليون ديال الدرهم، وهي مهمة أولا من ناحية الحجم ديال الاستثمارات، لكن كذلك على المستوى الإيجابيات اللي غيكون عندها على الإقليم وعلى المدينة شفشاون بالخصوص. أولا الربط بالشبكة الطرقية، إعطاء وجه جديد على المستوى التواصلي مع مدينة شفشاون اللي تتعرف واحد الطفرة سياحية موعودة جدا. الزيارة الميدانية شكلت مناسبة للوقوف على مدى تنفيذ المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز وتسليط الضوء على المشاريع التي يعتريها بعض التأخير. كذلك كانت زيارة لقنطرة سيدي بوجمعة المدخل ديال المدينة، مشروع مهم جدا، تكلفة ديالو تقريبا 12 مليون درهم وغادي يحسن الولوج للمدينة، فبالتالي غادي ينعكس ذلك على النشاط السياحي والاقتصادي بشكل عام سواء ديال المدينة أو ديال الإقليم. حاليا كنتواجدوا في الطريق ما بين دار قباع وواد سيف اللو، هذا المشروع هذا اللي عرفت التثنيه ديال هذا الطريق، هذا مشروع مهم جدا، مشروع اللي هو استمراريه ديال التثنيه ديال الطريق الرابطه ما بين تطوان وشفشاون. مشروع توسعه ميناء الجبهه وحمايه الساحل يروم توسعة الحجاز الوقائي الرئيسي والحاجز الثانوي ليشمل مراكب صيد أكبر، بالإضافة إلى إصلاح بعض الإشكالات المرتبطة بتآكل الساحل. الميناء الجبهة عنده واحد الأهمية مرتبطة بالصيد، هو واحد الميناء اللي عنده تاريخ لأنه تعود إلى 1974. بطبيعة الحال اللي مهم في هذا الميناء انه قدر توسع ديالو، اذا غادي توسع الحاجز الوقائي الرئيسي وغادي نزيدو نوسعو الحاجز الثانوي، فبالتالي غيتسع العدد اكبر ديال المراكب ديال الصيد سواء التقليدي ولا الساحلي، وكذلك هي فرصه باش نصلحوا بعض الاشكالات اللي مرتبطه بالساحل، لان كاين طريق الطريق الوطني رقم 16 اللي تدوز من هنا، وهذا التوسيع ديال الميناء ديال الجبهه واصلاح هذا التاكل اللي كاين على الساحل هذا غيكلف تقريبا اكثر من 200 مليون ديال الدرهم. ويذكر ان هذه المشاريع من شانها ان تساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لاقليم شفشاون من حيث تقليص الفوارق المجاليه في الوسط القروي وتحسين شروط السلامه الطرقيه.